فرحة تأهل المنتخب التونسي لنهائية كأس العالم انتقلت من الملعب إلى كل ربوع البلاد، من شارع الحبيب بورقيبة إلى الأحياء الراقية شمال العاصمة، وفي كل منزل في كل الأحياء الشعبية التي عاشت ليلة بيضاء لم يغمض فيها جفن، احتفالا بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة لنسول قرطاج بعد مشاركة في دورات 78 و98 و2002 و2009. فرحة كبيرة في شارع تونس وفرحة في تونس الكل، وإن شاء الله ينورونا في روسيا. أما الحمد لله كنا ترشحنا وإن شاء الله المرة الجاية خير إن شاء الله. إن شاء الله نور بلادنا في روسيا إن شاء الله وما يرام منك الحاج البيت. وفي المدن المغربية امتلأت الشوارع بالجماهير المحتفلة بتأهل منتخب بلادهم إلى نهائيات كأس العالم. في العاصمة المغربية الرباط وفي الأحياء الشعبية كما الراقية على حد سواء، اكتظت الشوارع بالجماهير وعلت الأعلام المغربية أسقف السيارات وهتافات الكبار والصغار احتفالا بخامس مشاركة للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم بعد غياب دام لعقدين من الزمن منذ مونديال فرنسا عام 98. شعور كبير، هذا شرف كبير للمغرب، شرف كبير للكرة القدم المغربية، وهذه ساعة سعيدة وكبيرة بزاف. وحنا مدة 29 سنة كما قلتوا حنا كننتظروها باش كترجع الأمجاد ديال الكرة والرياضة المغربية. تبعنا حتى لفرنسا، تفرجنا في فرنسا ومن تما جينا ما بقات حتى شي حاجة الحمد لله، ودابا هو جاب الله الانتصار وجاب الله الربح وحنا فرحانين وهذه البداية إن شاء الله. بالنسبة لنا هذه بادرة مزيانة، الحمد لله ونشكروا عليها، فهمتي؟ وتنتمنوا التوفيق ان شاء الله للفريق الوطني في روسيا ان شاء الله، جبنا نتائج ايجابيه. كان حنا لحد شفنا مونديالات قدامين، دابا تنفرحوا بلي وليداتنا حتى هما غادي يشوفوا المونديال هذا الجاي. فرحه كبيره ليا وجميع المغاربه، والحمد لله حنا انجدروا استحقاق المنتخب ديالنا كيتاهل. بغازات شتو ماروكا 11.